الحمد لله على السلامة. ها بقول لك ايش عندك؟ ايش عندي؟ جاي اسلم عليك. انت البارحة مو سلمت علي. جاي تجيني بالاسبوع مرة يسلمون عليك؟ جاي تجيني برنامج ليلي عين؟ شنو ولك رزيك؟ انت يومية تريد نرد عليك السلام؟ شنو ما عندي شغل وعمل فارغ لك انا؟ وعلى كلهن هسه انت سلمت، عندك شي بعد؟ عم حربي يعني ما عندي شيء، بس اولا حبيت اطمئن عليك بالي ظل يمك، وثاني شيء اريد اسالك بغداد شلونها؟ شوف انا ليش ما اعطيك عين من ورا هاي سوالفك الماسخه؟ شنو لك شلونها بغداد؟ شنو انا مدير ناحيه محافظ؟ شنو هاي الاسئله البايخه مالتك؟ انا اقصد يعني عمي اريد اقول لك يعني بغداد بعدها حلوه. ومنكون انتهيت مغرم ببغداد ذاك القراج واروح احجز لي النفر واروح اشوف بغداد واجي. تهم ما تخسر نفر، انت نص نفر كافي عليك، الغسل حتى الغسل لونها بغداد. اسمع صوت الباب مالي كان ظاهر صدق مستلم فلوس، حكي وعسكر طلع مضبوط. تناس رتشي جاهد ما عذاب هاك هذا شايف احمد الله والديك. اقول لك عذاب اخوي، انت من كل عقلك تصدق بحكي النسوان؟ اقول لك وش مال النسوان بويه؟ ها تشاشين امك مش مره؟ لا مره مش من النسوان. اي كامو مش مره مش من النسوان. ايه؟ بعدين شيل لك بهاي النظره التخلفيه الاستعماريه اللي لا تصلح بس تلقى هاوي ولا غاوي. اقول لها هلاهل اللي هي مرت حربي قالت لم سعدون اللي هي مرت بمثابه اختك، بعد ليش ما صدق بيها؟ عمي تسكت، هو حربي مين جاب ذني 2000 دولار؟ ولك يقولون تعويض ما ادري شنو. بعدين ها المره شنو مصلحتها تكذب؟ اقول لك حرب يجوز متفق ويا الاهل على هاي الكذبه. اه انا ما اعرفك، انت دامك ما تصدق بالوادن، انت مش صاحب ابو سمير تبيع شاي بالقهوه عندك قهوه، انا اعرفك ما تصدق بالوادن. ده ظل يا اخوي اظل اصدق، انا راح اشوف انه واسلم عليه وارد اشوف هاي الخبر مالك، وانت ظل اصدق بالوادن. ابو سعدون عود بروح ابوك رد لي خبره وياك. الاهل كون قلت لحد انا رايح لبغداد استلم فلوس؟ هو انا طالعه من البيت حتى اقول يا حربي. زين ما جتك وحده من النسوان؟ ها جتني فوزيه وفتنه وقسمه بويه. وكون قلت لوحده منهن؟ انا قلت لهم رايح يستلم 2000 دولار. وليش التمسودن عمه حتى عمه؟ شلون تقولين انا مش وصيتك؟ أنا ما قلت لهم 4000، قلت خلي شوية أقلل من المبلغ. يا مبلغ، أنا قلت ليش قلل من المبلغ؟ وليش أنت شني دائرة الضريبة وتقللين من المبلغ؟ أنت أصلاً ليش فكيتي حلقك وحكيتي بالموضوع؟ ليش؟ بس مو صوتك، أنا خبل ومسودن. يعني أنت خبل ومسودن لأن قلت لي؟ لا، لأن تزوجتك. الله يرحمك يمه، قالت لي خذ نومية لعمية أخير لك من هلاهل. بس أنا ما صدقت، هذا اللي ما يسمع كلام الوالدين. أقول لك الأهل سمعتي دقة الباب؟ أي سمعت، أنا أروح أنا فوت جوا وأنت افتح الباب. هسه ارتاحتي؟ هاي دقة مال ديانة مش أنا عارفها، أعرفها دقة الديانة. هسه تلقي نص أهل السلف واقفين بالباب يريد يداينون فلوس. ها ارتاحتي؟ هسه أنا من طلقك أكو واحد يلومني. هلا فرحة خيي، هلا تفضلي يما شحالاتها تخبط. متهربة قعدي خيي قعدي. يما لا تضعفين، ايش مالك احكي؟ فوزية انا جاية اشكيلك على مريش، الزلمة صاير كلش مو زين وياي ورد جريش يحكي وياه. طقك هو يقدر علي؟ غلط عليك، ايش حده؟ كاشن هي تسوى احكيلي. خي يصفن، صفنة تودي وصفنة تجيبه. الغسل حتى الغسل لبالي شغلة بيها خير. صفن وشني يعني ذا صفن؟ كان صفنة وأحسن مني. الله يسلمكم. أقول رزيج أنت مو قبل شوي سلمت علي، جاي شنو أبوي كل ساعة سلام عليكم؟ شنو حباية هي قطرة مال العيون؟ عمي حربي إيش مالك أنت؟ جاي من دايم عندك هو سلام.
هي هم عوزها تتداين مني، ولك منين تتداين؟ بعدين انا شني اول ما استلمت الاربع 3000 دولار اعطيت لابن عمي يشغلهن بالشورجه. اقول لك حربي يعني شلون يشغلهن؟ والله بالمواد الغذائيه يا جريش، وانا ايش قلت يعني ايش يطلع بالشهر نعم الله. اقول لك حربي هاي مش حرام؟ لا 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 انا ما محدد المبلغ، انا قلت لهم انا وياكم بالربح وبالخساره، وان شاء الله ماكو خساره. اذا هيك معناته ربحك راح يصير هواي. يعني كون هسته يعني كون هسته ما جايب فلوس. اقول لك اجري شو انت تقلق وتحكي خير ماكو شيء. بس انا قاعد كان دجاجه كافه ما ادري شنو الجو بس خليني اشوف شكو بس. هالشين الجلطه. هذا حربي ايش قد جذاب. خيه مرات وهو صافن يقوم يضحك يضحك ايش حلو، ومرات اشوفه رايح بغير عالم ودموعه تنزل على خد. اقول لك خيه فرحه خاف يسمع اخباره هوايه. لا خيه هو ما يسمع اخبار، بس عنده شني برنامج دوم يتناوع عليه. خيه يا برنامج هذا؟ لا خيه هذا برنامج الرشاقه، انا من اشوفه يتناوع عليه اقوم واسد التلفزيون. شاعبة عيني على مرش بعد روحي. هو ضعيف ورشيق ما يحتاج الرشاقة. هسا عرفت السالفة شنهي. اير زيجيش عرفت من السالفة بالله. كان مو خلي الدولارات بالشنطة يا دولارتي. كنت لك عم حتى عمه هذا الدول ماستي كبسون اسكبجي ايش كبسون انت ابو كبسون. اقول لك بعد ما نظل هنا مش نروح وشيان كذكم ما تولون روحهم. ابو هنا عدل سلوبك كل الجاف معانا كل الجاف، ومعناته هذا يسمونها طرده. لا مو يسمونها، هو انا طاردكم هي طرده. يلا ولوا ولوا. ولك ايش عندك موقعي؟ ولك يلا يلا تلع بس انت الغسل حتى الغسل. يلا ولي ولوا. بس انا ما طردني. دم شطلع انت طردك من اول شوط ما طردني تمام محسوب ولي. ابو الله يساعدكم. شلونك مغاتي؟ هلا حياكم الله. شلون عم ابو هنا؟ عمك ابو هنا حربي وصارت عنده فلوس، شلون توقعاتك الا بعد؟ قد تحكي بذا فدوه لعمرك يا عذاب يا اخويا، بس تدخل ترى يطردوك. شنو يطردوني؟ شنو انا ايش عندي وياه؟ انا جاي اسلم عليه، شنو جاي اطلب منه فلوس انا؟ يعطيك الصحه والعافيه، انت ليش ما ترد؟ ليش هاي اللهوقه مالتك التفضلات عندك شنو؟ ليش ما ترد وتصير خوش زلمه؟ انا خوش زلمه؟ دك لا تحكي ويا مره شاك ترى اما دك هنا وش علي هو عصامات يا ابو ايش ولا كلمه لا تحكي وانت تقلت له هو قلت له يا بدمش انه هسه هو احنا ايش علي النبي هذا يرد لك بده اخر انت لا تحكيني ايش علي هسه اخذ هذا لك يا لك صدق مرزلهم اقول لك ها ولك شنو صدق يا ابو هنا طردكم عليش طردكم تبغي تعيش متعجب انا قبل طردني وقبل ساعه طردني وهسه طردني معناته التقديم بالطرد بس سولف ليش طردكم خايب تطير اللي خلق لك انا تدخل ادخل هسه تنطرد بتعرف ليش طردنا هسه غير سولف ليش طردهم شلون شلون تطرد الوادي من البيت وانا هلاها البنت المضايف والدواوين ولو وش قبضنا ولك من المضايف والدواوين ها وش قبضنا هذا ابوك هل ما تلف برحمة على روحه خبضنا مناش وكل شيء ما خلف لك عيب عليك حربي عيب عليك تطرد الوادم كانت مو ابن عشاير وابن اصول ولج هاي طردة تكتيكية شلون الضربة الاستباقية هاي يسموها طردة تكتيكية حتى ما حد يجي يطلب مني انا لو ما طردهم هاي طردة كان ظل الرايح والجاي يجي يتداين مني فلوس بس بعد هاي الطردة انا امنت على فلوسي بعد ما خاف ما حد راح يجي يتداين مني شفتي هاي يسموها خدعة انت ما سمع الحرب خدعة هاي مش طردة اسمها الطردة خدعة بس انت شن فهمك اذا هذا محشي جير تعرف يا جريش يا اخوي انا لو استلم هاي الالفين دولار شو اسوي بيهم بدي شي اسوي اسوي عملية تجميل الفرحة يعني شني اسوي لها الشفط
واللي هو الشفط ما يرهم وياها، يعني ربع الشفط نص ربع الشفط، المهم عيش وياها حياة سعيدة والرفاهية. أقول لك الشتاء ما تقول أبا شفل ما أدري شفط شنو سالفتك شنو موضوعك يا أخي، أنت ما جزء من هاي الرومانسية راح تلم علينا البلابل والفراشات، تدري لو ما استلم هاي الفلوس الجراش أخوك شو يسوي؟ يسوي أول نشر مولدة من هاي الحجم سمول كبيرة سمول كبيرة كبيرة وسوى كهرباء بسلفة كلها كل بيت 24 ساعة الكهرباء ما تنطفي واللي بنكتفتر خبال ولك طول عمرك انت تحب الكهرباء من شنت فرغ زعطوط اشيل وياك هاي الدرنفيسات ما الفاحص وتفتر على الكهرباء. اقول لك ولك الكهرباء يا مرش فرحة وسعادة يا اخوي، شوف هذه العمود اللي قدامك هذا كله وايرات وبان في كهرباء مستحم من فشلته. ولك هي فشلة من الكهرباء والعمود، ولك فشلة من حربي اللي صيفر هذا طردنا من بيته. شوف اسمع يا مرش راح اسعد فوق بقطع الواير مال الكهرباء اللي وصل الكهرباء لبيت حرب، حتى اذا اجت الكهرباء كل الناس تجي الكهرباء، الوحيد حرب ما تجي الكهرباء. وانا شوف ايش راح اسوي بس انت قاعد تسوي مالك شغلته ولك لا سوي مالك ترى جرب بالك ترى فرك خشمك انه ايش بدك كلام تدري كرمشني شنو؟ لا تدري كرمشني كرمشني شنو النوبه؟ شوف ايش راح اشوف يا جماعه هنا قد على واهي يا ناس اللي تعرف شراي اما تعاني شوف الحظ شوف البقر هل تجد الكهرباء هل يمدلو فيها معنش وعله حتى عله رزيج وش عندك انا بنص الليل عم حربي اي بروح ابوك شلون عرفتني واني متلثم شلون عرفتك أيه؟ ولك انت يو تتبرقح اما عرفك ما قلت ليش عندك هنا عم حربي يعني شوي مخنوق قلت اطلع اشتم هوا لازم الهوا خلص ببيتكم لا عم حربي لا بالبيت اكو هوا بس اني انا رايح للبستان اشتم هوا لان يقول لك هو البساتين بالليل دوا خبر زيج انت شارب شي شنو ملثم شنو اشتم هوا اقول لك شوف هذا عذرك مش مقنع اقول لك عم حربي انت شين انقلبت علي معلم وجاي ماخذ منك اجازه انا وانت شيله غرض مقنع يوم ما مقنع دمشي روح للبستان بلكت الله وغريريه تكفك وتخلص السلف منك يلا امشي انقلع امشي ولي خوي شلون هسه اخابر لك فوزي يجي وياي يوديك المستشفى فوزي لا جيب الطريه لا اريد اروح له ولا اريد يجيني في تهمه اللولة خوي هسه مش وقت زعل مش وقت زعل شنو الزعل بيناتكم الصالح اخوي اقلك فوزي اذا يجي ترى عنت المراش ترى دير بالك شو راح اسوي شنو راح اسوي ولك شو انا جسمك كله يرجف اجيب لك بطانيه ادثرك لا ولك انا محتار شوف لي فوزي ما نصار فوزي راح اسوي العشاء هسه تجي زين اجيب لك كرتونه هف عليك كان شن نفرتك اخوي اخوي جريش شان احتاريت وياك لا تقبل اثرك ببطانيه لا تقبل هفي لك بكرتون ما ادري ايش اسوي لك يا ابويا عظامك كذا توجعني يا اخوي شان بسيطه خلنا نفرك لك اياهن لا اخوي اعذرني مو شد تنتي الخاف يسويني فحم بعد عمك هسه لازمني كار تحت ولك انت خبل شلون امد ايدي وانت تنتل مثل كهرباء الحكومه شخش اذا تم تقبل تحلف فوزي خليني انتله شنو رايك اخابر لك اللي صيفر حربي وتنتله انه طيب هذا ما ينتله يا اخوي هذا عدا 2000 دولار ما ينتله شوف له واحد مثل حالنا حتى انتله زين اخابر لك رزاق بن جبار نتله بلكتي طول انت ما رحت الا على هذا المسكين رزاق تقول منين اجتنا هاي الطلبه احنا ناقصين طلايب يوميه تجينا طلبات معره علينا هاي السالفه ما تصدق ام حفوظ انا هم ما صدقيت بلكن مريس سولف لي يقول لك يا هني سلم عليه ينتل معناتها مريس سولف لك انت ما رايح عليه ام حفوظ يعطيك الصحه والعافيه انا بايع روحي اروح عن عليه شنو هاي الزلمه فوق مصيبته تحجون عليه يا ابو حول ام حفوظ لجبت زين
يا راسي يا يابا يا ابويا محمود. شبيك شبيك حربي؟ بس لا تقول لي جريش نتلك. لا مش نتلت، انا انشلت محفوظ. ها شنو؟ كان جريش قام ينشل وينتل؟ محفوظ انا انشلت 4000 دولار يا محفوظ. سالفتك شنو مريش؟ شنو ابويا؟ يا سالفه منين؟ هاي الصفنات مالتك على شني ما تفهمني؟ شنو ابويا ممنوع واحد يصفن؟ شمالش بويتي؟ انت تعرف انا شخصا مريش. اسمع اذا ما تريدني قل لي فهمني. خابتي شمالش شبيش؟ انا شحد شاني غير السكتة مالتك. اسمعني مريش زين، انت تحكي يو انا روح لهلي واجيب اخوتي واجي. ابويا كل شي مامش كل شي مامش، انا صافن على هاي الدنيا. وش بيها الدنيا مريش؟ سمينه اقصد الدنيا، يراد لها صفنات يا ابو صفنات. رزاق انت تبع اخوي عجبته ما رحت بقيت هنا، ما تخاف انت لك. جريش ما ادري ايش اقول لك، في صدق انا اريد انتل واخلص. شو حالتي حاله؟ لا شغل لا عمل، باش عندي خاف علي. اقول لك تبع فعلا انت اصيل، يعني ما اعرف ايش اقول لك يا با. بالنسبه لي اعتبر شلون صار العبد الله يوم العفت العربان وبقى ويا بشير. شني؟ كون هسه سويتني شير؟ لا العفو مو هذا قصدي، بجبناه على الوفاء. اقول لك جريش ترى هسه القعده صارت ممله، ما ينجرى الوقت بلا تلفزيون، شغلنا التلفزيون. ودك قدام ولا بطران؟ هي وين الكهرباء حتى شغل التلفزيون؟ جريش بروح ابوك، انت مو يقولون عليك تنتين؟ تعال كمل الواير مال التلفزيون بدي يشتغل. قلت لك شنو انا خمسه كيف فيش وتهواي ما ادري شنو موضوعك. تعال تعال بروح ابوك، تعال انزل بالواير اشتغل التلفزيون. هسه ارتحت. عجبتك الاغنيه؟ لازم حلوه. لا لانه فرغت الشحن الكهربائي اللي بداخل جسمي. انت لا تتبلع الوادم، شنو دليلك؟ محفوظ دليلي اقول لك هو رزيج ايش عنده ملثم بنص الليل يا بيتي. عمي حربي يعطيك الصحة والعافية، رزاق ايش عنده متلثم بالليل؟ ولك عذيب يا صحة يا عويفية، يا ظل الصحة ظلت عويفية، اقول لك رزيج يا بيتي وملثم بنص الليل. قلت له ولك ايش عندك؟ يقول قديش تمل هو يم البساتين، انت تصدق بهذا الحكي محفوظ بروح ابوك؟ لا ما صدق، بس هو هذا رزيج خبل ومرات يفتر بالولاية لا شغل ولا عمل ويتلثم ويقول راح اشتم هو. نحفظ بروح ابوك لا تدافع له، يعني ما حد باقني غير هذا رزيج. وشلون دورارات بعدهن قد لا مستعملهن ولا شي، حتى هذا الشوية بعده بجديته. بالله شنو دليلك غير اللثام؟ عنده دليل شمل هو بنص الليل، هذا اكبر دليل. عمي حربي انت لا تضحك عليك الوادم بهاي السالفه، هو هذا دليل؟ شادبروني انا من القى دليل؟ اقول لك جريش اجيب لك واير الثلاجه وشغلها قبل ما يخرب الاكل. لا ما نشن ردك تلم للواير، ولك شنو الحكايه هذا؟ شوف للواير الرئيسي وين بربطنا به. خوش فكره، انا اروح اجيب واير 300 متر حتى اسحب خط للبيت. بس انا شوف كل ساعتين اذا شغلت الكهرباء ترى ساعه يعني تستراحه. اي ودي اقول ولك شنو مولد انا؟ جريش تدري انت الله يحبك؟ شلون رزاق؟ جريش تدري هاي النتله البيك ايش قد راح تستفاد من وراها؟ هسه انت مو لزمت الواير مال التلفزيون وشغلته كأنك الكهرباء الوطنيه؟ احتمال مو بس البيت تقدر الشغله، لا السلف كله تقدر الشغله، وذاك الوقت تعرف ايش قد راح نستفاد فلوس. بس انت مش تقول للناس على هاي السالفة اللي عرفت بي، هم الناس عرفوا بي انت اللي قلبه والدنيا وانشلت حالهم، وانهم عرفوا بي انا قم احرك ولك ما ساير. ها خاف شيل التليفون، شيل التليفون اللي المقدرة لازم اخاف يحترق. تدلل التليفون. الو من انت؟ عم الشيخ. هلا محفوظ، هلا عاش من سمع صوتك. لا لا مو جريش انا رزيق. اي رزاق امر خدمه محفوظ. خير محفوظ اكو شيء؟
جايينك بعد. اي جايينك انا وجريش. تمر محفوظ. الله وياك محفوظ. الله وياك. اي خي لشوف بلوة الناس تهون علي بلوته. خي يا بلوة هاي مصيبة وطاحت على راس فوزية. تقولين كانها مولدة كهرباء مقابلاتها وقاعدة. يا جريش الله يشافي. سودة علي الله يشافي وشافي كل علي الامين يا رب العالمين. امين خي امين. صدق خي هلال فلوس حربي شلون انباقت؟ خي لا تسأليني انا كل شي ما اعرف. حفوظ بروح ابوك خلانا نجده. سهلة بس ما اسمح لك تغلط عليه. ابدا انا سؤال واحد راح اطلع البوقه منه واعرفه هو البايق لو غيره. رزيج انت البارحه بالليل بيش الساعه بوقت الفلوس؟ ها جاي انت مقرر بايقك هو محفوظ وروح ابوك هو البايق ماكو غيره. محفوظ وروح ابوك وروح ابوك راح تشتم هوا بالبستان وهاي جرس قدامك. اخ فقش عيني صدق صدق شاشني انت رزيق اللي الكل تشم هوا بلبل انت بالبساتين وملثم وبالليل تطلع يا وانت زورو. ها محفوظ انا ايش قلت؟ ولك رزيج لا تخليني هسه اشدك على جريش واخليك اضك ويعطبك تحطب. اسكت حربي خلينا انا اساله. رزاق شنو دليلك انت كنت بالبستان؟ محفوظ صدقني انا رحت اشتم هو بالبستان. يعني انا لو بايق الفلوس مثل ما قال حربي ابقى بالسلف. انا اخذ 2000 دولار وابقى بالسلف ام داية. مو يا هلا هلا 4000 دولار موش الفين. شفت معناتها رزاق مو هو البايقين. يا هو البايقين تعرف الفلوس ايش كثر. محفوظ انا عندي راي. ايش رايك لو نبلغ الشرطه وهي تطلع البايق؟ ها ايه هذا خوش راي. شو تقول حربي؟ محفوظ اطنا مهله افكر. براحتك براحتك. وهسه اريد اسمع سالفه جريش. صدق هاي السالفه؟ محفوظ جريش هذا يشغل التلفزيون بس يلزم الواير بيده. يا عبيك الله على هاي الكذبه. يا جماعه الخير اذا ما مصدقيني اعطوني واير وشوفوا بعيونكم. شيء نهاش تدل كذب. كان قلت لك رجال اقول لك حربي انت فلوسك انباقت كلها من ورا حد شك وتعاملت ويا الوادم وعمه حتى عمه. واللي كان ما رايد اسباب البوقه رايد اثار البواق اي اللص الحرامي المختلس. اقول لك حربي لا تدوخني انا كل شي ما اعرف. يا ابو روح ابوك روح ابوك روح ابوك دار تروحك وزاره الكهرباء لو تعرف بجريش الا ياخذوه قبل بغداد الوزاره. اقول لك انا هذا بيتهم بعد ما تعدى من قدامه. اي خوي ليش مو سلمه ضغط عالي وقاعد بالبيت. اقول لك مو بس هاي مشغل التلفزيون ولا عبالك يسولف ولا على بالك مسوي شيء. تعرف ابو سعدون هو ايش كثر راح يستفاد هواي هنياله. شابوي عليه من حاسده على مراكبه ذاك هو عمود الكهرباء وروح حضنه وش يبقى بلك يصير مثله. شوف هذا شاو الفخر العمود الكهرباء له إلي وداعت بنيك سعدون لو ما أنا تلا عقله ونضب كم توثية لا شاس أجريش غدا فحم. أقول لك خويا مريش شو تقول لو ناخذ خطوط من البيوتنا ده خابرة خابرة قل لي بيش الخط. شلون أخابرة لا أبويا لا تريد ينتني لاسلكيا. خويا رزاق اتبات يمنى يوتروح. لا يا بعد اخوك انا بعد ما اروح انا اخاف اطلع بالليل ويجي واحد يقول رزاق باقني. شاخوش اروح احضر لك لقمة. تسلمين. رزاق فعلا انت اخو وانا اعتمد عليك هسه. فوزية عمر وياي وتخاف مني وانت مقابلنا وقاعد. شلون اخوي جريش قابل اعوفك وحدك؟ رزاق تدري ورا نتلتي كل شي تغير حتى انت كنت بالنظر ما تسوى كل شيء هسه قمت تسوى اشياء. شوف خويا صاحب ايه؟ انا شنو تفكيري اقول تروح على البيت وتعرض عليه الموضوع السالفه. اقول لك ويا سالفه هاي يا موضوع. شوف خويا مش الناس لبعضها ايه؟ وخير الناس من نفع الناس ايه؟ استفاد من ايش مالك انت ولك حرك هذا دماغك مالك وقل له اعطيك باليوم 1000 دينار ولك شنو التعذاب ناصب عليك او مو ناصب عليك ولك خايب شنو اتمزهد عليك شنو ناصب عليك. هذا مولده من صدق. اولا الشغله عندك تضمن الكهرباء ما تنطفي عندك بالقهوه. ثانيا ميك بارد بعشين لا تحتاج ثلج ولا غوالب. ثالثا والاحسن يعاونك بالقهوه.
رابعا والاهم اي واحد يتجاوز عليك يقوم ينتله. شنو ابوي انت؟ والله وقت عذاب الخلاك انت تحكي على جريش. دقم قم قم منا. لا يلا يا عم ده يلا عاد جريش هسه هو شنو بالله ما تقدر شنو هو جريش. لا يا بي انت شنو؟ مريش خويا انا غلطت بحقك وارجو المعذرة وانا طرشت عليك لجل ما اعتذر منك وابوس راس. لا 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 خلي راسي مكانه. حربي انا حافظك على الغيب. اولا انا ما عندي فلوس الحمد لله والشكر هبياط دش بالمفيد. امريش انت لازم تتعاون وياي وقوم التعاونت ما ذلت. بويا وانت ايش عندك؟ لازم نشتري باخره وتريد تنزل الحمل بالميناء موش؟ حقك تقلد امريش حقك. هذا اللي تضيع فلوسه يصير مضحكه للي يسوى والما يسوى. هاي بس لا علي. لا لا موش عليك. صقد لو قالوا فقر وعنطزه. اسمعني اخوي مريش انا ارد افيدك وانا هم استفاد. ازيك ازيك. بسم الله الرحمن الرحيم. جريش لا تخاف لا تخاف. ايش بيك تقعدني بالعصه ها؟ تطير حمام؟ لا مش انا قلت خاف تنتل. لا تخاف لا تخاف انا البارحه بالليل كضيتك وما نتلت. يعني انت صدق تحكي؟ جريش وروح ابوك البارحه اكثر من مره كضيتك بالليل وما نتلت. الظاهر الكهرباء راحت منك. اذا نايم البارحه ارقان معناته طافي عند الكهرباء. كل تخاف ها؟ كل ها؟ شنو هاي؟ ولك انت تصدق تحكي؟ سعفالك لعن. خلينا نام يرحم ابوك. لا 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 مشنا نروح للقهوه نشوف الوادم. مشنا مريش خويا انا شريد منك انا وياك الراقب رزيج اخير زيج الراقبه وين ما يروح. راقبه علاش نتعب روحك ذاك هو نايم ببيت جرش. سيظل نايم محمود ببيت جرش ما يطلع. اقول لك انا شني استيعابي كلش ما يستوعب المساله. معناته رزيج فلوسك عده؟ اي انا متاكد عده وإذا طلعناهن من عده الأربعين ورقه مالاتي وانا متاكد نطلعهن. ايه راح اعطيك. ايه خفت تتفاجئ ذاك. لا ما اتفاجئ قول. راح اعطيك ورقه 100 دولار لك ولحلالك كلها. والله تلاف خاف يصير عندك هبوط بالسكر. ولك صقيت كذي من 40 ورقه تعطيني ورقه واحده؟ شاش تريد مريش شاركني بفلوسي؟ بويا اجي وياك راغبنا واستهلكنا بالاسترغاب عليه وطلع ما عنده شيء. انا شحط بشليلي. انا متاكد عده خوش مريش. انا راح اعطيك مش ورقه راح اعطيك ورقتين. حربي حربي على قولتك يطي ورقتين؟ ما اصدق. ليش ما تصدق مريش؟ ليش ما تصدق؟ انا مش ضيعت 40 ورقه. هو اللي ضيع 40 ورقة ما يضيع ورقتين. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بكريم. ها ابويا وين؟ وين رايحين؟ رزاق هذا من اللي طيرهم؟ اقول لك ماكو شيء ماكو شيء. اقول لك شو الناس شافوني وبالشرطة وشنو الموضوع؟ اقول لك جريش غير هاي الاشاعات. الوادي بتقول عليك انت تنتل وهل قاعد يمك انا شو ما نتلت. هو شنو كانت شويه عندي كهرباء من جسمه راحت بس انا متفاجئ. هلا رزاق ليش ارد وياهم؟ اقول لك هذا مسودر من قاعه. اسمع لي انا شلونك انت؟ انا مشتاق لك. انا مشتاق لك ابو سمير. شلونك؟ يابا هذا شو ما نزلني. ما جريش قول ايش رايد؟ صاحب انت شلونك هسه؟ انا بخير جريش. استلمت فلوس مال المعامله مال التقاعد مالتي وتراكمت عندي الفلوس هسه عندي 2,000,000 دينار. شنو هاي ما شاء الله انت عندك 2,000,000؟
جريش الله عليك يا هل قال لك بسالفه التقاعد ويا تشنو موضوعك انت مش نمتك ومتى احكي هذا الحكي انا نمت شو وقت هاي نمت وانت منين خايف شنو الموضوع سر كبير وانا ما اقول لاي واحد شنو موضوعك اقول لك جريش مو انا خاف على فلوسي من الوادم الوادم تحسد اقول لك هالشفت حربي شفت ايش صار بفلوسه بس اقول لك ما قلت لي يا هل قال لك شلون تلابه تعال ابويا تعال لا تخافوا تعال 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 يا ما تجبد قدامي مش انا ابو حربي وحربي ابو 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 قوات ماشي ابو من انت انا ابو عسكر يا ما تجبد يا ابو عسكر ابو عسكر مو شوية الضغط العالي اقول لك طفيته يا لاله ها خل اشوفه لا لا ماكو شيء طفى 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 ايه قاعد ها شوف كشرت وراحت ماشي ايش مالك خايف تقعد اقول شا ارزيج وين ارزيج هذا شاف الوادي بشردت وهم شرد وياهم سودة شرد من شنه شرد لبالة جريش يلتلي اقول هو مو شان بايت عندك اي ابشركم قابلني من الصبح اللي الليل وباتي يم شاش تسوي شاليش شرد وي الوادم شاش انت تسألني الي يا ما تروح اسألني الي هام ريش صدقتني اي هسا جيب ورقة مقدما شش اسكت لا يسمعونا دا يسكت ها وين مش ها وين اقول لك شو ذولا هم طلعوا اقول لك صاحب شو من يوم النت اللي لهذا اليوم الناس وايد غيرت ها كفايتك رزي بويا ايش رايد عيلتك الجبلان انا الجبل والتطلسة كم مرة اقول لك لا صير قدامي اصير بيا فقرات ادنق من نحكي وياك خايب احكي حمرين ايش رايد انت وين كنت كنت بالقهوه شفت هوا عالي طلعت اشتم هوا جنبيتكم شنو سالفه السلف كل تقضى قال لك اشتم هو شنو اللي هو جمالتكم والله مثل الاسئله مالتك ها انت مو كنت بالقهوه ودخل جريش ايش عجب شردت ويا الوادم اقول لك انا ما شردت اي ما اشتريت من القهوه بس شيني من صارت الهوسه شفت نفسي اختنقت قلت اطلع اشتم هو خوش زين هسه انت وين رايح خايب راد للقهوه رايد مني شي لا ما اريد منك شي الله وياك اقول لك اخويا عذاب انا من املك بيك وخدتك وياي بغداد وقلت لك اخويا لا تقول للواحد شلون تقول له لجريش شنو على شنو قايل لجريش لا تغشم روح اخويا ابو سعدون انت مو قايل لجريش على مو التقاعد مالتي يا ابو صويح هسه تمام حلفني وروح ابوك وروح ابوي الخزمه مرتي ما حاكي انا وين شفت جريش من يوم النتله مالته انا ما حاكي له جا جريش شلون عرف قعدت شويه يمه ولزمت ايده وما احس الا قال لي بالسالفه انا اخوك يا صويح ولك هذا قام ينوم الناس مغناطيسيه مغناطيسيه شنو يابي مش هذا جسمه مليان كهرباء اللي كذا ينام من وراء هاي الكهرباء هاي يسموها مغناطيسيا ليش اسمع اسمع ما اريد عينك تغفل دقيقة واحد دقيقة شني لحظة واحد لحظة حنيها واحدة عن الباب ما تغفل عيني شانت وين رايح انا جعت اروح اتعشى كل لقمه وراد لك شا اجيب لي اكل وياك امريش انت لازل تشرط انا فوق ما اندهرت وان باقت فلوسي انه بقوم اصرف عشيات وانا شراح الزخنب اودعتك انت اودعتك انت هي ظل عندنا محروق الصبع عمل ثلاثة ايام تدري المحروق الصبعة من تبات تصير طيبة جيب لي وياك شلون أنا أموت من الجوع خوش خوش منرد لك أن نعود أنت روح تعشى دا روح روح بس لا تبطي علي الدبة دعيمة الدبة دغب عدي بوي هذا شلون يشغل شلون يشغل هذا راح ينام يعني على قلبي يبقى ما معقول هسه انا استحي اقول له هسه هو ليش ما يقول مدعرف
خلنا قاعدة الله شاهن قلب عتوي هذا. كان نسيت تذكرت رجال 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 مع السلامة الرحيم. ايش ليش؟ وين تأخرت علي؟ وين تأخرت عليك؟ شفت شيء؟ وانت رحت من يمي ايه؟ انا ظليت التلصلص ايه؟ والتلصلص ايه؟ وظلت تلصلص ايه؟ ما شفت شيء. والغسل حتى الغسل لا. انا اقول لك شنو فرحك الساعه تدق علي بالتلفون؟ وش عندها فرحه؟ تقول لي تعال ضروري ضروري. فرحه انت ما طول فرحه وراك ما يطول اخطاك بس تظل الطول دمش. رزاق خويا انا جدا اشكرك. جريش تحكي صدق؟ احنا اخوان على شنو تشكرني؟ مو مشكلة اعطيني ايدك. شبيك؟ شو تسوي بيها؟ شنو سالفه؟ بس اعطيني ايدك. الا تقول لي شو تسوي بيها؟ ما اقول لك، مو بس اقول لك تفشل الخطه. خطه ايش؟ مو يعني فشغله بداخلي اريد اسويها لك. هاكي لا مو هاي بنا. لا هاي وهاي استعملها هوايه. بنا خذها هاي. تقول لي شو تسوي بيها؟ اعطيني وحده من هنا بس اعطيني بس ما انا عندي شغله اريد اشيل لك سؤال وانت جاوبني عليه بس هاي. ليش تكون شيدي؟ اسالني. لا مو بس من بعدين اسولف لك. حمد اللي انا نام حسايب دار اسئله. اقول لك رجيك قلب بالنسبة للفلوس ما الحرب وين وديتهن؟ خليتهن بكيس نايلون وحفرت لهن بذاعك وطميتهن. رجاك بالعجل قل لي وين بالقاع مالتي وبياسوب، لان هسه انا وياك على الهواء مباشر. صوب قاع مريش وخليتني شان عليهن قطعة قماص صفرة. زين وش كثر صرفت من الفلوس؟ ما صرفت ولا فلس ولا مديت ايدي عليهن. زين يا حبيبي اذا بس تقول هذا الموضوع، المبلغ نفسه 4000 دولار؟ 40 ورقة امهات المية. رجاك دير بالك تقول للواحد. ليش انا زوج مثل صاحب ابو القهوة اللي حكى لجريش وما ظل واحد بالسلف ما درى بالسالفة؟ الله يطيح سبقك. علي من؟ من اللي جا؟ انا عرفت شنو اللي مضوجك. عرفت شنو اللي مضوجني؟ دازة علي وجايبتني منك لهنا وعايف الواجب مالي، غير اعرف ايش تردين مني يا مرة. حبيبي انا اقول لك انا عادك لا اكل تمن ولا اكل بديده، راح اسوي رجيم. رجيم والعياذ بالله شني؟ تقليل الوزن هو هذا اللي صحونه رجيم. مريش وحياتي لا تعوفني، ترى انا موتن عليك. وليش وقت هذا الحكي؟ مش انا عندي واجب. شنو واجب؟ واجب اقول لك انت شنو طوعت؟ انا مطوع من زمان، من يوم اللي اخذتك اعتبر روحي مطوع. ضيف عيشت وياك، ضيف ضيف شفته وياك ما شايفه رئيس عرفه بالهندسه العسكريه. حقك والله حقك، بس شوفي منه ورايح الشغل ما اصيد لك مثل الغزال. تعرفين فرحه، انا عندي امنيتين بالحياه وما اظن يتحققن. الامنيه الاولى يصير انتخابات بالجامعه العربيه ويتغير عمر موسى، والثاني انت تصيرين مثل باغي النسوان، وما اعتقد يصير اثنينهن. اقول لك الثانيه تتحقق بس الاولى ما اظن، يمكن ولدنا يشوفوها. يا حرب مرج شعديكم انه من هنا. رزيج وين؟ نايم بالبيت. جا
تاخوش احنا نظلنا من هنا بتكني ما عندكم بيوت تنامن بيها؟ لا لا مش هنا نام ببيتك محترمة. روح عندك بابيت وروح نام بيه محترمة. شاخو يا مريش مشنا نروح ننام يم بيت مناحي. مشنا مين هو منا؟ منا يلا. ها لا تحكي ما احكي اقول لك النايم لا جفله مو زين يوم مويه ان شاء الله خير خير امشوا يانا امشوا يانا رزاق يلا وين امشي ياكم لا تطولها الشيخ يعطي الصحه والعافيه رايدك امشي مويه الشيخ يا مويه ولك لا تنكر شاج ريش شلون لقى الفلوس محفوظ انا كل شيء ما اعرف معناته تريد تقول جريش هو اللي ماخذ الفلوس؟ ها محفوظ مو قلت لك هو البايق؟ هسه اوديه للشرطه. حرم لا تجيب طار الشرطه ولا تشتك فلوسك وراح يرجع لك ومن يرجع لك لا تكذهن بيدك لا تكمشن بجيبك. وين هاي؟ اقول لك حربي يلا بربش 200 دولارات من هذا العصوره بهن اللي جيره. المن بويه؟ علي مش قلت اذا طلعن فلوس اعطيك اياهن؟ انا قلت لك ايه وين شاهد اللي يثبت؟ انا قايل لك هذا الحكي اعطيك ورقتين دولارات وين هذا؟ جريش بدا محفوظ عندك اياه صدقت كذيبه تعال فتره قاعد انا زين هم يجون هنا بوي لازم ازيده شويه حتى ينعش اجي هاي هسه غير يسكت رزيج حتى اقدر احكي حربي انا اللي بكت الفلوس لين دومك تطردني بعد لا تخاف رزيج ما طردك هسه انا نايم مغناطيسيا بعد ما اقدر احكي حربي اقعد ايش قلت لمريش قلت لي اعطيك ورقتين لمريش دريش لا تقعدهم اريد احضر الخيزرانه ومن يقعدون انا اتفاهم وياهم حفوظ راح تضربني جا وين حقوق الانسان النايم مغناطيسيا انا علمك الحقوق من تقعد وانت جريش عفي عليك ما قصرت وياهم يا جماعه هذا جريش دفلك همي كرهب وهم يخلي الواحد يعترف محفوظ جريش 6 اللي بيت بسبع شغلات